السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مايكروسوفت عملت منتج اسمه مايكروسوفت ديزاينر، هو انا اشتركت في الويت ليست ومنتظر ان هم يبعتوا لي ان انا اجرب التطبيق. يعني حاجة خرافية، انت بتصمم باستخدام البرومت او بتكتب حاجة فيبدأ ان هو يعملها لك على طول. تمام، يعني ممكن بكل بساطة تقول له انا عايز تديله صورة وتقول له عايز اعدل فيها فهو يعدل لك عليها. بتكتب اكتب ان في حاجة مثلا بتقع بتتعمل بالشكل دوت، طفرة تكون موجودة في عالم التصميم. الواحد منتظر ان هو يجرب المنتج بتاعه. انت بتكتب مثلا عايز الكيتشن وفي كذا كذا كذا، يبدأ ان هو يعملها لك، وبعد كده تقدر تقول له طب زود لي كذا، طب اطرح لي كذا. يقدر يكون لك اي حاجة انت عايزها في ثواني.